أنت ليش تبي تروح محفل ماسوني؟ بعرف شنو هذا محفل؟ بفهم. أنت قارئ كاتب باحث. بس يعني شو اللي منعني راح أشوف؟ وكان وقتها كرتيك مطبوع عليه. هذا ساعدني بعد، هذا بجت كارت مالي، تخيل هذا تغير اللي طابع بشويخ الألف بربع دانير، سوالي شغل مكتوب في اسمي مهنتي طبعا، والوطن طابعين لي كل مطبوعاتنا عليها بما فيهم اليوزفيك وهيرا تريبيون. فهذا يفتح لك باب، يفتح الباب في أوروبا وأمريكا. نيوزويك وهيرا تريبيون فورن بوليسي والوطن طبعا، هما مجرد ما شافوا صاحبنا جاينا. يعني هذا منه وفينا يعني.